مرحبا، معكم درغام من درغام تريبس جوردن. اليوم راح أخذكم معي لرالي الأردن، الرالي العريق، حيث تم إقامة أول رالي بالأردن سنة 1952. رالي الأردن مهم بالنسبة إلي كثير، وأنا بشارك كمتطوع بالرالي من سنة 2010. مراحل الرالي معظمها بتكون بالبحر الميت اللي هو أخفض بقعة بالعالم، مراحل متنوعة وصعوبتها متفاوتة، وارتفاع درجة الحرارة في البحر الميت لحاله بيشكل تحدي كبير في الرالي. تعالوا معي خلينا أورجيكم يومي كيف كان بالرالي. لمكان البوينت تبعتي بالرالي. المكان كثير حلو. احنا حاليا تحت منطقة ماعين ببانوراما البحر الميت. انا باخر مرحلة البحر الميت من الرالي. الالوان الموجودة روعة بالمكان، الصخر البركاني هذا وفي شجر. والحلو بالموضوع انه بالعادة بالراليات بهذا الوقت كثير بيكون شوب. اليوم درجة الحرارة 25 بالبحر الميت، كان شوب أول ما وصلنا، لكن بس طلعنا لفوق على الجبال الجو كتير حلو والدنيا مغيمة، يعني ما فيش شمس قوية، فكتير كتير حلو الجو اليوم. هلأ هون الشباب ما قصروا معاي، حطوني بمكان، الشباب يعني مسؤولين المرحلة أصحابي، حطوني بمكان كتير ممتاز في الشجرة الحلوة هاي. طبعا جهزت قاعدتي، حطيت الكراسي والطاولة والحمام أهم إشي. طبعا أنا بنزل كمتطوع في الراليات، صار اللي بنزل تقريبا من سنة 2009 أو 2010 مش متذكر بالضبط. شو شغلي بيكون؟ السيارات اللي بتيجي اللي بتمرق من قدامي لازم أسجلها وأبلغ عنها بالجهاز اللي معاي، الجهاز اللاسلكي اللي معي، لازم أبلغ مسؤول المرحلة انه السيارة مرقت من عندي عشان يعمل تراكينج للسيارة وين وصلت. طبعا لا سمح الله في حال كمان صار مشكلة او حادث، برضو بتوجب علينا التدخل انه نساعد السائق ومساعد السائق اللي بيكون بالسيارة. طبعا هذا الجهاز اللي بيعطونا اياه هو وسيلة الاتصال بيننا وبين مسؤول المرحلة. مرحلة البانوراما اللي انا فيها بعيدة عن عمان حوالي 65 كيلو. صحيت من الساعة 5:30 الصبح، كان اللقاء مع الشباب الساعة 7:15، وتوزعنا على المراحل، وحاليا بانتظار يعني ان شاء الله نص ساعة ببدأ الرالي. Thank you.
بكون خلص الجولة الأولى من الرالي. صراحة بالنسبة لرالي وطني رالي كثير عنيف كان، السيارات كثير مسرعين، كثير في شو بالسواقة، استمتعنا كثير، كان ممتع. هسه نسوي فطور نستنى الجولة الثانية. طبعا فطورنا لليوم فول. نطول أغراض الطبخ. مفرمة، هذا البوكس ممتاز جدا، بيجي مفرمة وبوكس. نستخدم هاي الصينية. طبعا كمية الغبرة اللي أكلناها شيء لا يوصف لا يوصف. وهيك الفطور تاعنا بيكون جاهز، فطور خفيف لطيف، فطور الرالي. الحمد لله خلصنا الفطور وكتير كان زاكي، شبعنا عبينا بطننا. حاليا بدت الجولة الثانية من الرالي. بالعادة الجولة الثانية بتكون كتير كتير أعنف من الأولى، لأنه الكل خلص عرف الترتيب تاعه وبصير دي يزبط أكتر. حاليا بدأت تشوب، كانت جولة طيف الصبح، وأنا شو سويت، بلبلت البلوزة تبعتي وغطيت راسي زي هيك علشان أظل مرطب حالي، لأنه الشوب لا يحتمل. طبعا قبل ما يبدأ الرالي بيكون في عندنا سيارتين، الدبل زيرو والزيرو. السيارتين مهمتهم انه يتأكدوا من المسار اذا انه جاهز لبداية الرالي. فحاليا اول سيارة راح تمرق من عنا هي الدبل زيرو، بعديها بتمرق سيارة الزيرو، بعدين خلص بعديها ببدأ الرالي. طبعا احنا اليوم كمتطوعين بالمرحلة احنا 23 نقطة، يعني 23 سيارة، وكل سيارة فيها شخص أو شخصين، يعني بتحكوا إحنا بس بالمرحلة تبعت معين حوالي 40-50 شخص، وفي مرحلة نيبو كمان نفس الإشي بده يكون 40-50 شخص غير الناس الأوفيشال تبعين الرالي. يعني الرالي جيش جيش فعليا بيشتغل عليه، مش إشي سهل. الخطأ ممنوع لأنه الخطأ بيسوي مشكلة كتير كبيرة. فأنا من عندي بقولهم الله يعطيهم العافية، لأنه الناس بتشوف السيارات وبتشوف على التلفزيون ولا على السوشيال ميديا ولا وين ما كان سيارات الرالي هم ماشيين على التراك، بس ما حدا بيعرف قديش في ناس بيكون شغال ورا الكواليس على عشان الرالي ينجح. ومن الأشياء المهمة اللي بدي أحكي لكم إياها إنه سايق الرالي والكو درايفر برضو لازم يكونوا بتمتع بلياقة بدنية كتير عالية، لأنه الرالي متعب لدرجة ما بتتخيلوها. شوب وسيارة فش فيها كونديشن ومش معزولة، ما فيها أرضيات ولا سجاد، كلها حديد من جوا، الحم كله تاع الماتور وتاع الجير وتاع البكاكسات وتاع كل إشي ميكانيكي بالسيارة، كل السائق بحس فيه، غير الأواعي الأفرهول اللي لابسه اللي هو ضد الحريق. مع يعني سايق الرالي والكو درايفر من اصبع رجله لراسه كل وعيه ضد الحريق، الفوقانيه والتحتانيه. لازم يكون الشخص اللي بيشارك بالرالي رياضي
وعنده لياقة بدنية عالية عشان يقدر يتحمل، لأنه بسوق بكل رالي فوق 200 كيلو، فإشي صعب صراحة. هيك بكون خلصنا الرالي لليوم، رالي ممتاز جدا الحمد لله، ما صار أي مشاكل، حادث واحد بالبوينت عندي بس صار، والحمد لله ما كان في إصابات. طبعا هسه بدي انزل على البحر الميت من البانوراما، واكمل من البحر الميت للكفرين لابو السوس عشان اكمل اليوم تاعي، لانه يوم الجمعة بتضيعش. هيك بكون وصلنا لنادي السيارات الملكي. الطريق كانت متعبة وكتير شوب، من نفك الأجهزة ونسلمها وننطلق لرحلتنا لأبو السوس. وهيك بكون نهاية الفيديو تاعنا لليوم، أتمنى أنكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو عشان بدنا دعمكم.